نحن اليوم بهذه الثانوية نظمنا احتفالية ليوم العلم بمشاركة الأساتذة والتلاميذ، تمثلت في معرض سوف نتنقل إليه، معرض لأعمال وابتكارات التلاميذ، وعندنا منافسة فكرية، عندنا تكريمات للتلاميذ لأساتذتهم، عندنا تكريم لبعض المتقاعدين من المؤسسة، عندنا نشاطات ثقافية رياضية. بقينا نبادروا بأنه نفجروا المواهب تاع التلاميذ، نبينوا الرسم، نبينوا التلاميذ اللي يعرفوا يرسموا، التلاميذ اللي يعرفوا يلقيوا الشعر. وكانت مناسبة يوم العلم أننا نكرموا الأساتذة على المجهودات تاعهم، لأنه بدون الأستاذ ما كانش علم. وهذا اليوم هو يوم ابن باديس الذي نحث فيه أعزائي الطلبة على العلم، وحث عليهم على حب الوطن، ونحثهم على سياسة البناء لا سياسة الهدم. فرصة أنه يقدم لنا الفكرة أو الموهبة التي يقوم بها، سواء هذه الأفكار تتمثل في جناح عدة أجنحة، مثل الجناح العلمي مثل ما شاهدتم المشاريع سابقا، الجناح الأدبي مثل الخواطر والشعر والرسومات، الجناح البيئي مثل النباتات، والجناح إعادة الرسكلة. هذوما المشاريع اللي قاموا بها التلاميذ.